بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب الحادي عشر من الكتاب الثالث والثلاثين، كتاب الجهاد والسير، باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. معلوم أن كل ما كان يكسبه المؤمنون في أي حرب مع أي نبي كان لا يحل لهم أن يأخذوا منه شيئا، كانوا يجمعوا هذه الغنائم حتى تنزل نار من السماء تحرقها تأخذها، فإن لم تأخذها يبقى في غلول وفي خيانة، واضح؟ وظل الأمر كذلك حتى جاءت أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، فببركة هذا النبي وحلت له الغنائم ولم تحل لنبي قبله. هذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، كما أن من خصوصياته أنه جعلت له الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فله خصوصيات كثيرة، وأنه أيضا أرسل للناس كافة، وكل نبي كان يرسل لأمته خاصة صلى الله عليه وسلم، وهذه بعض خصائصه وخصوصياته، لدرجة أن من كثرة خصوصيات نبينا ألفت فيها المصنفات، يعني وكان من أكثر المصنفات استيعابا مصنف خصائص الكبرى للإمام السيوطي، جمع فيها أكثر من 1000 خصيصة لنبينا، أكثر من 1000 خصيصة، وهذا الكتاب بنقرأه فيه كل يوم جمعة في مسجد الأشراف بين صلاة الجمعة والعصر، كتاب الخصائص الكبرى للإمام السيوطي. عشان تتعرف على نبيك لابد تقرأ عدة كتب، لابد تقرأ عدة كتب، وإلا مش هتعرف نبيك. كتاب الشفا بتعرف حقوق المصطفى للقاضي عياض، لابد أن تقرأه عدة مرات وليس مرة واحدة، ثم تشرحه للناس حتى تستوعبه جيدا، يعني تقرأه بينك وبين نفسك عدة مرات، ثم تشرحه لأولادك، إن لم يكن لك ناس يسمعونك اشرحه لأولادك، لزوجتك، لجيرانك، لأصدقائك في العمل، لابد. كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى القضائية، وكتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي لابد من قراءته عدة مرات، لا أقل من 3 مرات حتى تستوعب هذه الكتب، ثم تقرأ دلائل النبوة للإمام البيهقي 7 مجلدات، كل ده عشان تتعرف على نبيك. كتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي، وتختم ذلك بالخصائص الكبرى للإمام السيوطي، وبعدين تقرأ بقى في السيرة، بقى تقرأ في السيرة كتير، كل ده عشان ايه؟ عشان تعرف بس خصائص نبيك. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، اللي ما قراش مثل هذه الكتب لسه ما يعرفش النبي. خلصت الكتب دي واثناء قراءتها لابد ان تقرا صلوات الاولياء على النبي. تقرا صلاه سيدي ابن عربي على النبي، تقرا صلاه سيدي الدسوقي على النبي، صلاه سيدي عبد السلام بن بشيش على النبي، تقرا الصلوات الهاروشيه على النبي، تقرا دلائل الخيرات في الصلوات على سيد الانام صلى الله عليه وسلم. كل دي لانها بتزود لك معرفه بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقرا الصلوات اليسريه على خير البريه بشرحها باسماء الله الحسنى. لابد تقرا مثل هذه الصلوات، لان هذه الصلوات صلوات تعريفيه، تعرفك بخصائص موجوده في النبي. دي كل ده بس في مجال ايه؟ معرفه النبي صلى الله عليه وسلم. لابد انك تستوعب مثل هذه الكتب وتقضي عمرك فيها، لأن كلما تدركت وتعرفت على النبي كلما ارتقيت في إيمانك. إيمان الناس
يتفاوت بتفاوت معرفتهم بالنبي. كلما كانت معرفتك بالنبي أقوى، كلما كان تعلقك بالنبي أقوى، كلما كان تخلقك بالنبي أقوى، كلما ازدادت محبتك، كلما ارتفعت درجتك. واضح؟ فالغنائم أحلت لنبينا خاصة دون سائر الأنبياء لكمال أمته. لماذا حرمها في الأمم السابقة؟ حتى لا تتشوش عليهم نيتهم للآخرة فتتشوش بمكسب في الدنيا، لأن الغنيمة مكسب في الدنيا، فلو أحلها لهم لتحول قتالهم إلى تحصيل دنيا، فأراد الله أن لا يشوشهم بهذا، فقال قاتلوا ولا غنائم لكم، حتى يكون القتال خاص، حتى لا يشوش نيتهم. أما كمال أمة نبينا، لأن نبينا زكانا قبل أن يعلمنا، زكانا قبل أن يعلمنا صلى الله عليه وسلم، بمجرد النظرة لأمته كان يزكيهم قبل أن يتعلموا، فينزع الدنيا من قلوبهم قبل أن يتعلموا. فأحل لنا الغنائم لأنها لا تشوش علينا آخرتنا. فهمت؟ ببركة هذا النبي يبقى بنقاتل وبنكسب وغنيمة وبرضه بنعملها للآخر. طب ازاي دي الأمم التانية فشلت انها تعمل كده؟ لم تنجح انها تجمع الدنيا والآخرة في قلبها، لكن أمة النبي قلبها كان مملوء بالآخرة، بحيث ان عملهم في الظاهر له دنيا وفي الباطن الدنيا لا حظ لها في قلوبهم ببركة تزكية نبيها لها. عشان كده تلاحظ ايه في القرآن، سيدنا إبراهيم قال ايه؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يعمل ايه؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويزكيهم. شوف جاب الايه؟ العلم الاول قبل التزكية، لان دي عادة الانبياء الاول اللي قبل سيدنا محمد كله يعلمه وتيجي التزكية بعد التعليم. فهمت ازاي؟ خد بالك دي نقطة دقيقة كلما ننبه عليها. سيدنا إبراهيم يقول إيه؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم، مش كده برضو؟ الكتابة والحكمة ويزكيهم، يعني جاب التعليم قبل التزكية. طب شوف بقى لما جاء سيرة سيدنا محمد في القرآن، ربنا قال للنبي إيه؟ يزكيهم ويعلمهم. لقد من الله على المؤمنين البعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياتك ويزكيهم. شوف ده بقى لقد من في سوره ال عمران، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويعلمهم ولا يزكيهم. شفت بقى اللفته؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. يبقى النبي ياتي بالتزكيه قبل العلم، ودي ايه؟ لقوه ايه؟ حضوره صلى الله عليه وسلم. كان يجي له العربي الجلف، الجلف الكافر، يقعد مع النبي لحظة يطلع ولي في لحظة قبل ما يتعلم حاجة. مش ده اللي بيحصل؟ اقرا السيرة وتعرف. داخل جلف يخرج ولي قبل ما يتعلم حاجة وقبل ما يسجد لله سجدة. يبقى تتم التزكية قبل التعليم مع النبي. فلما تم ذلك أحل لنا الغنائم، ادي سر تحليل الغنائم، ولم يذكر ذلك احد. خذها من مسجد الاشراف ولا تخف، واخد بالك؟ لن تجدها، واخد بالك؟ يبقى سر ذلك ايه؟ انها تمت التزكيه قبل التعليم ببركه هذا النبي، فزالت الدنيا من قلوب امته، فاحل لهم الغنائم لانها لا تعكر عليهم صفو قلوبهم في القتال في سبيل الله. فهمت بقى ازاي؟ اتفضل. التزكية هو أن تجعل قلبك لله سليما، أدي التزكية، ألا تجعل في قلبك علاقة لغير الله ولا تعلق بغير الله، أدي قلبك يبقى خالص، قلب سليم. كان القلوب السليمة الوصول إليها في الأمم السابقة كلها بالتعليم ثم الرياضة. الرياضة يعني تروض نفسك وتدربها حتى تتخلص من ايه؟ من الصفات الذميمه. فالاول يتعلم وبعدين يروض نفسه. امة النبي بمجرد التعرف على النبي، عشان كده بقول لك الكتب اللي تقراها تتعرف على النبي. ليه بقى؟ لان كلما تعرفت على النبي هتوفر عليك الرياضه.
لا هتحتاج تروح تقعد في صومعه ولا تعزل نفسك ولا تجوع نفسك ولا تعذب نفسك زي ما بعض ايه الاولياء كانوا بيعملوا كده زمان في بعض الطرق. لو قرات هذه الكتب وتعرفت على النبي تعرف قوي تمت التزكيه قبل التعليم بنص القران كده. الصحابه كده زكاهم النبي قبل ان يعلمهم. القران ده كان بينزل عليهم ايات ايات معدوده، ما كانش كملت العلوم. العلوم كانت ايه؟ كل يوم بياخدوا قطره من العلم، لكن عايشين مع النبي كل يوم بيزدادوا ايه؟ جبال من التزكيه. بمجرد الصلاه خلفه، بمجرد نظرته اليهم، مجرد نظره النبي تزكي. عشان كده ربنا قال لنا ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ايه؟ انظرنا. انظرنا يعني مجرد النبي ينظر كده لامته بس، يغير ما في قلوبها صلى الله عليه وسلم. وعشان كده الناس يقول لك ايه؟ نظره ومدد. لان لو النبي نظر نظره رحمه فاعلم ان النبي ينظر بنور الله، فكان رحمه الله دخلت. فهمت ازاي؟ وعشان كده كان النبي يربي بالنظره صلى الله عليه وسلم. وقرينا في السيرة كتير، يجي يمر على الرجل اللي هو أسرينه وربطينه في بتاع، ينظر كده ويقول له كيف حالك؟ سمامة بن أثال. سمامة بن أثال ده كان فارس كبير من الفرسان الكبار اللي كانوا عايزين يقتلوا النبي. أسر هذا الفارس المغوار، قائد كبير في قومه، جم ربطوه على إيه؟ سارية من سواري المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بس صلى الله عليه وسلم وهو رايح يصلي يبص له بس ويكلمه، ما قالوش حاجه ولا عرض له اسلام ولا حاجه. قال كيف حالك يا ثمامه؟ وينظر له كده. يقوم ايه ثمامه يقول له ايه؟ ان تعفو تعفو عن شاكر، وان تطلب دية اعطيناك ما تطلبه. فهمت ازاي؟ يعني لو عفيت عني انا مش هقتلك خلاص، ولو تطلب دية اللي انت عايزه، وان تقتل تقتل ذا دم، ولو قتلتني هياخده طاري. فهمت ازاي؟ يروح النبي يبتسم ويخش يصلي ويرجع، وكل صلاه يعدي عليه يبص له بس. ثلاث ايام سمامه اسلم، اتغير. بعد ثلاث ايام النبي عمل ايه؟ لاحظ في ثالث يوم النبي وبيمر عليه ان نبرته ونظرته وحاله اتغير، مع انه بيرد بنفس الكلام كل يوم، بس الكلام هنا بيطلع تكرار مش من قلبه، قلبه اتغير خلاص. قام النبي قال للصحابه ايه؟ فكوا ثمامه. فاطلق ثمامه. عمل ايه؟ رجع بلده؟ ابدا. راح لبستان ابي طلحه قدام مسجد النبي، اغتسل وراح راجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. علمه حاجة؟ ما علموش، ده بالنظرة. فهمت ازاي؟ فالنبي كان يربي بالنظرة يا أستاذ. فهم؟ ادي سبب ايه حكمة تحليل الغنائم لأمة النبي، لأنها تمت التزكية قبل التعليم ببركة هذا النبي، فزالت الدنيا وتعلقاتها من قلوبهم، فصارت قلوب سليمة بمجرد التعرف على هذا النبي. يبقى مجرد أن تتعرف على هذا النبي يسلم صدرك من الحسد ومن الغل ومن الحقد ومن التعلق بالدنيا ومن حب الظهور ومن حب جمع حطام الدنيا، واخد بالك، ومن حب الانتقام ومن عدم الرضا. ما هي كل دي عوائق في قلب الانسان، كل العوائق دي تلاقي خلاص ذلك. اذا دخل نبيك في قلبك خلاص انت ذاق حلاوه الايمان. شوف النبي يقول ايه؟ ثلاث من كنا فيه ايه؟ وجد حلاوة الإيمان، منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأنت مش هتحب الله إلا لما تحب رسوله. خد بالك إن الرسول هو اللي يوصلك لحب الله. ليه؟ لأن أنت بينك وبين النبي في نسبة، إن هو بشر وأنت بشر، ففي نوع نسبة تعلق، أعرف إن أنا إيه آخد ودي معاه ده بشر. إنما مفيش نسبة بيني وبين ربنا، ربنا ليس كمثله شيء. لا توجد نسبة ولا يوجد تجانس. فكيف تحب من لا تجانس بينك وبينه ومن لا نسبة بينك وبينه وهو الله؟ لابد أن يجعل لك واسطة توصلك لهذه المحبة،
يوم يخلق لك النبي صلى الله عليه وسلم على صورة وهيئة لها روحانية تستمد من الله وله بشرية تمد البشر، فيبقى فيه ايه؟ تجانس. صار في هناك تجانس، بتجانسك مع نبيك يوصلك لمحبة ربك. فكلما تعرفت على النبي كلما احببت الله. فهمت ازاي؟ الوسيلة لمحبة الله هي هذه الطريق، لان الانسان لا يحب الا من يجانسه، والله لا يجانس، مفيش، ليس كمثله شيء، مفيش نسبة بينك وبينه، يعني مفيش تقارب من اي صورة من الصور، مفيش اي تقارب. انت محدود والله غير محدود، انت ضعيف والله قوي، انت مقهور والله قاهر. فهمت ازاي؟ وانت فقير والله غني، وانت جاهل والله عليم. فهمت ازاي؟ كل فازاي ازاي النسبة؟ مفيش نسبة. يوم ربك يخلق لك النبي يوصلك. فلا سبيل لمحبة الله الا بمحبة النبي، ولا سبيل لمحبة النبي الا ان تعرف النبي، ولا سبيل ان تعرف النبي الا ان تقرأ الكتب اللي قلت لك عليه، وتقعد مع الناس اللي هي عارفة النبي وتحبه كمان. لازم تقعد مع الناس اللي عارفة النبي وبتحبه مع هذه الكتب. فهمت ازاي؟ كل الحاجات دي وسائل. ساعتها كلما ازددت محبة للنبي ازددت محبة لله وتعلقا بالله. وعشان كده ان يكون الله ورسوله ايه؟ احب اليه مما سواه. طب الله ورسوله، طب ازاي اوصل لله؟ عن طريق رسوله. مش هعرف اوصل الا عن طريق رسوله، لعدم التجانس وعدم النسبة. فهمت بقى المسألة؟ ورد سيد التزكية برضو قبل العلم في سورة البقرة وفوزة الجمعة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. كل حاجة تعلقت بالنبي يجيب لك التزكية الأول، لكن دعوة سيدنا إبراهيم تدلك على المدرسة اللي قبل سيدنا محمد. المدرسة اللي قبل سيدنا محمد إن الأنبياء تيجي تعلم وبعدين تيجي التزكية مع التعليم. دعوة سيدنا إبراهيم كده بيقرر مدرسة سابقة لمدرسة النبي. مدرسة النبي مدرسة التزكية تكون قبل التعليم ومع التعليم. فهمت بقى إزاي؟ لكن كل الأنبياء قبل النبي، ودي خصوصية قل من نبه عليه، خذها مني. الخصوصية اليسرية لسيدنا محمد خير البرية. واخد بالك إزاي؟ إنه إيه؟ التزكية فيه إيه؟ بخلاف المدارس النبوة قبله. التزكية فيه قبل التعليم ومع التعليم، ومدارس النبوة قبله كانت التزكية بعد التعليم ومع التعليم، بدليل القرآن. كل ده موجود في دليل القرآن، دي أسرار كله وكل القرآن، كلنا بنقرأ القرآن، لكن قل من نبه. فهمت المسألة؟ فناخد بالنا من هذا. باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 53 بعد 604 آلاف، قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر حاء قال وحدثنا محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل لن هي، تبقى إيه الفعل بعدها مجزوم، فتقول لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني. يعني النبي من الأنبياء السابقة أراد أن يغزو، فأراد أن يأخذ جيش يكون جنوده لا تعلق لهم بأي شيء في الدنيا، خالصين كده لله. فقال أي واحد اتجوز امرأة ولم يدخل بها ولسه نفسه يدخل بها ما يجيش معايا، يروح إيه يعني؟ عشان ما يجيش قلبه مشوش، أنا عايز قلوب خالص حتى يبعد التشويش. فهمت بقى إزاي؟ فقال لقوم لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، يعني يدخل بها، ولم يبني
ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها 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 دي بالجمع ولم يرفع سقفها. ولا واحد بنى بنيان ونفسه يسكن فيه ويجي يتبعه. يبقى واحد متعلق بإيه؟ بشهوة، والتاني متعلق بإيه؟ باقتناء وعقار وملك. ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات وهو منتظر ولادها. ولا التاني متعلق بتثمير مال. لا عايز واحد متعلق بمال ولا متعلق بشهوة ولا متعلق بعقار، كله أنا عايز ناس طالعة معايا خالصة لله بلا تعلق. فهمت؟ ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات، والخليفات جمع خليفة وهي الحامل من النوق. كويس؟ وهو منتظر ولادها. قال فغزى فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك. القرية هنا اللي هي القدس، القرية هنا اللي هي المدينة المقدسة القدس، ربنا سبحانه وتعالى يفتحها لنا يا رب ويرزقنا الصلاة في مسجدنا. فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور. هو قربت الشمس تغرب، وكان زمان الحروب أول ما تغرب الشمس تتوقف، ينتظروا تاني يوم ما تطلع الشمس. هو عايز يفتح القرية، على ما وصل كانت الشمس كادت تغرب، فهو عايز يخلص موضوع الفتح بسرعة. فهمت ازاي؟ ده كان سيدنا يوشع النبي. ده النبي ده مين؟ هو سيدنا يوشع النبي اللي هو وقال موسى لفتاه، اللي هو فتى موسى في سورة الايه الكهف. هو ده يوشع النبي اللي ايه؟ اللي ربنا وقف له الشمس. فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، يعني أخرها شوية ما تغربش بسرعة يعني لحد ما خلص بس الفتح. فحبست عليه حتى فتح الله عليه. طب وهل حصل لنبينا كده؟ حصل لنبينا كده مرتين، وقيل ثلاثة، التالتة ضعيفة الإسناد. يبقى حبست الشمس للنبي ثلاث مرات، اثنين صحيحة الإسناد حسنة الإسناد، واحدة ضعيفة الإسناد، ثلاث مرات. لحسن تفتكر ان ايه اي حاجة خصوصية للنبي ما حصلش لنبيك، كل حاجة حصلت للنبي حصلت مع نبيك، خد بالك له منها اوفر نصيب صلى الله عليه وسلم. وكل آي اتى الرسل الكرام بها فانما اتصلت من نوره بهم. اي كده الامام البوصيري في البردة. حبست الشمس لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم أخبرهم بالإسراء والمعراج صلى الله عليه وآله وسلم، فكذبوه فقالوا له صف لنا المسجد. فجاء سيدنا جبريل على طرف جناحه بصورة للمسجد عند الحجر، وقيل أنه طوى له الزماء المكان فنظر عند الحجر فوجد المسجد أمامه واتفق يصفه له. كويس؟ وبعدين بالرغم من كده كذبوا النبي برضه، بالرغم ان يوصفوا لهم باب باب وجهة جهة وكل حاجة. فقالوا نريد أمارة في قبائل وقوافل ماشية في الطريق، قل لنا القوافل اللي ماشية في الطريق دي مين هيجوا امتى عشان يشوفوه مر في الطريق، مع انه أسرى ليلا وليلا الدنيا ظلمة، يعني أسئلة كلها تعجيزية. فهمت ازاي؟ وانت ممكن تسافر ليلا وما تشوفش الايه اللي حواليك بسبب الظلام، لكن اسئلة تعجزية. وبالرغم من ذلك النبي ايه كشف الله له عن قافلة في اسرائه ضاع منهم جمل اورق، واخد بالك، وانه ايه وجدوه في المكان الفلاني. امارة ايه؟ فقال لهم ان في قافلة حصل فيها كذا وكذا وكذا، وان هذه القافلة تأتيكم تقريبا على حسب سرعة مشيها في اليوم الفلاني قبل غروب الشمس. كويس؟ فوقفوا في اليوم اللي النبي حدده، وبين العصر والمغرب واقفين كده على مشارف الطريق يشوفوا وينتظروا. الشمس قعدت تغرب ومفيش حاجة ظهرت، هم عايزين يكذبوا النبي وخلاص، واخد بالك؟
يوم ايه؟ الشمس تتأخر لحد ما يظهر اثر غبار القافلة، فربنا حبس الشمس للنبي في الحالة دي. دي اول حادثة. ورواها الحاكم في المستدرك، ورواه غيره وغيره، كثير من علماء السنة رووها باسانيد رجالها ثقات، وهو حبس الشمس للنبي حتى تدخل القافلة قبل غروبها التي اخبر عنها في اسرائه صلى الله عليه وسلم. طب الحادثة الثانية في حبس الشمس للنبي صلى الله عليه وسلم في الاحزاب، لما كان مشغول بحفر الخندق صلى الله عليه وسلم، فضاع عليهم وقت العصر، فتذكر قبل غروب الشمس بلحظات انه لم يصلي العصر، فقال اللهم احبسها علينا، فحبسها عليهم حتى صلوا العصر. كويس؟ شوف بعدها بكم سنة بقى، دي ساعة الإسراء، والأحزاب دي كانت سنة 5 هجري، مش كده برضو؟ بين 4 و5 يعني الأحزاب. والحادثة الثالثة ضعيفة الإسناد ولكنها مذكورة في الكتب وغير مستبعدة، أن جاء سيدنا علي بن أبي طالب في الأحزاب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه، وكانوا كلهم مشغولين في حفر الخندق، لم أصلي العصر بعد والشمس. لا ده مش كده، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد في اثناء حفر الخندق تعبوا، قعدوا يحفروا الخندق اكتر من 3 اسابيع، يشتغلوا ليل نهار بغير الات حفر في ارض صخريه بركانيه، ارض المدينه دي صعبه جدا حفرها، فكانت مشكله كبيره جدا، فكانوا بيرهقوا ارهاق شديد، وكان الاكل قليل كمان، والنبي كان يربط الحجر على بطنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نام ايه بعد بين الظهر والعصر او بعد العصر على ايه، على قدم سيدنا علي، وضع راسه على قدم على رجل سيدنا علي فنام، توسد ايه سيدنا علي بن ابي طالب. فجاء وقت العصر وسيدنا علي ما كانش صلى العصر، والرسول نايم، سيدنا علي مش قادر يقومه، واخد بالك، محرج. كادت الشمس تغرب فاستيقظ النبي فقال اللهم انه كان في خدمه نبيك، اللهم احبسها له، فحبسها له حتى صلى العصر. ادي الحادثه الثالثه، خدت بالك ازاي؟ عشان كده علماء المسلمين قالوا ايه؟ قالوا ان الحساب الفلكي قابل للخطا. بسبب ايه؟ لاننا لا ندرك المده التي حبست فيها الشمس قد ايه عشان نحسبها في الحساب الفلكي. فهمت ازاي؟ وعلشان كده قال لك احنا ما ناخدش بالحساب الفلكي، احنا ناخد بالرؤيه. بالرؤيه يقينا، ليه؟ لان لما حبست الشمس 4 مرات، مره مع يوشع و3 مرات في العصر النبوي، ومده حبس الشمس دي تجعل ايه الحساب قابل للخطا بسبب ايه؟ عدم معرفه مده حبسها. فهمت ازاي؟ فصار الحساب الفلكي قابل للخطا. وانه مش صحيح 100%. وعشان كده دار الافتاء المصريه قالت ايه؟ هناخد بالحساب الفلكي مع الرؤيه. فهمت؟ فلو قال لنا الحساب الفلكي كذا والرؤيه لم تثبت، هنمشي بالرؤيه. فهمت بقى المساله؟ فدي نقاط مهمه ناخد بالنا منها. فالمهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا قصه سيدنا ايه؟ يوشع. يوشع ابن نون، مش كده؟ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اللهم احبسها علي شيئا، فحبست علي حتى فتح الله علي. قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت. كالعادة بقى كان يجمعوا الغنائم وتنزل نار من السماء تأكلها، زي ايه؟ ابني آدم اللي قدموا قربان. يعني ظل العصر على هذا الأمور. فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال فيكم غلول، يعني خيانة في الغنيمة، حد فيكم خد حاجة إيه وخان، فليبايعني من كل قبيلة رجل، يعني كل قبيلة تبعت لي رجل منها مندوب يضع يده في يدي ويعاهدني أنه لا غلول عندهم، إن هم براء من هذا الغلول. كويس؟ فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول، في قبيلتك انت واهلك الغلول.
فلتبايعني قبيلتك. قال له طب هات لي بقى قبيلتك واحد واحد. وده يدلك على خسة طبع هؤلاء الناس، انهم كانوا لا يعترفون حتى بخطائهم، يخونوا ويعترفش بخطأ. وشوف انت بقى الصحابة، شوف الغامرية عملت ايه وجات اعترفت واقيم عليه الحد، وشوف انت ماعز عمل ايه واعترف. فرق كبير بين صحابة نبينا وبين اتباع الانبياء السابقين لبيان علو رتبة هذه الامة، لعلو رتبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلتبايعني قبيلتك فبايعته. قال فلصقت بيد رجلين او ثلاثة، فقال فيكم الغلول، انتم غللتم. قال فاخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب. قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد، فاقبلت النار فاكلته، فلم تحل الغنائم لاحد من قبلنا، ذلك بان الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. يعني لما قابلنا الله بالعجز والافتقار الى الله نزع الدنيا من قلوبنا فاحلها لنا. فهمت ازاي؟ ادي معناها. رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. باب الانفال، ونقف على باب الانفال لاننا ما كنتش متوقع ان احنا هنتكلم كتير في هذا الموضوع غدا ان شاء الله. العجز ناتج عن التزكيه؟ العجز هو الافتقار الى الله، انما التانيين ان غنانا غنى امه النبي بالله مش غناها بالدنيا، والامم السابقه كانت بتستغني بالدنيا. فهمت؟ فلما كان غنانا بالله فلا يشوش علينا حصولنا على بعض الدنيا. لا يشوش. حصتنا بهذا ناتج عن التزكيه. ناتج عن التزكيه طبعا. والله تعالى اعلى واعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.